براتيكمون العب بجو ديريكت ما ربحش معناها في الفونجو بتاعو ما ينجحش فيه ونلقى انديفيدوال هاي رينا وسول ربحنا دوزيام بال مشينا عدد الفرص اللي وعدد معناها اللي تير كادري اللي كانوا على المرمى المنافس كان اكثر برشا من نادي راس فيخس اون ابي كاش معناها لونتان دو ماتش خايب اي سورتو المونك دي ديسيبلين تكتيك وقت اللي تحدثنا على الاكيليبر في الشوط الثاني قلنا رانا معناها وقت نبداو ناقصين لازم نكونوا اكيليبري لي دو زير لاكتيرو لازم يكونوا في الفاز اوفونسيف مع بعضهم اون ابي كاش وقت اللي تمعنا باش نمشيو نمركيو هدف ثاني الشوط الثاني كله من نادي راس فيخس ما تحسش المباراه انه نادي راس فيخس يلعب 10 اليوم الفريق اللي لعب خير خسر المباراه النادي الافريقي مبروك عليه الانتصار لكن ما كانش يستحق الانتصار بارابور الحجم اللعب والفوليوم دو جو الكبير اللي عملها النادي الفرنسي وعدد الفرص معناها اللي خلقناها لكن اليوم دوميني سي با غاني هذا درس لازم نتعلموا منه وقت اللي نتحدثوا وكنت موجود على الملعب وتكلمت وكنا نعيطوا للملاعبين نتاعنا وقت اللي الكره عندنا لازمنا نردوا بالنا لازمنا نكونوا ايكيليبري خاصه في الترانزيسيون ديفونسيف لازمنا نقابل الايكيليبر نتاعنا مالوروزمون ما نجحناش في الشيء هذا خاصه انا اللي قلقني وقت اللي تتكلم على حاجه وخدمناها وفي التيران معناها هنا بيكاس معناها شفتوا لونتام دو ماتش تحدثت عليه براتيكمون دخلنا مباراة خاطرين واحد شيء رجعنا وخلقنا عديد الفرص كنا افضل في بقية الشوط الاول الشوط الثاني معناها بالطول وبالعرض سيطرنا لكن تسيطر اذا ما تسجلش الاهداف ما تعرفش باش تشغل التونفور نتاعك تي بي كاش معناها لي زيرور اللي عملتها اليوم نادي راس فيخسي الى بي كاش معناها لي زيرور اللي قام بهم في المباراة كما تعرف ماتشات هذوما خسرنا اونتام اونتام خايب قبلنا بونتو بكري من بعد الحقيقة رجعنا 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 في نقولوا احنا في اللعبه كما تعرف بعد جات الورقه حمراء جاميتا هبطنا حطينا كل ما عدنا هذيك هي الكره يظل جاميتا ماركينا البونتو الحقيقه في الكره ساعات تجيك وقت تغر يغرك الوقت معناها تغرك الكره باش تماركي ثاني ما جاش بونتو ثاني قبلنا بونتو الحقيقه جاء نقولوا احنا عكس التيار هذيك هي الكره لازمنا الحقيقه ما نحشوش من الخساره هذه لازم نتعلموا منها كما تعرف ساعات تخسر ثم خسائر الضعف كمية الخسارة هذه باش تقوينا بحكم عملنا كل شيء ان شاء الله القادم خير كريم سي سي عرف كيفاش تعامل مع سلسله انتصارات اليوم يزمو يعرف كيفاش تعامل مع اول هزيمه هذا كيف كيف اكيد راهو يظهر لي من من الشمال نتاع الجمعيات الكبار مش 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 وقت الربح وقت الخساره لازم كي تخسر ترجع وقت ترجع هاك تعرف ما نشدوش فك الخسائر ديما وكل شيء الحمد لله يظهر لي جمعيه واقفه مازال برشا خدمه قدامنا ان شاء الله قدم خيرك حسام السي اس اس اليوم لعب منقوص من اللاعب في الشوط الاول كيف كيف قبلت بونتو في 30 ثانيه بالرغم هذا نقولوا لي الملاعبيه ما زدتش يديها وحاولت وعدلت وبعد ممكن طمعتوا في اللقاء هذا اللي خليكم تحسبوا هذا اللي الدخله اليوم جات خايبه شويه ما نقري اللي احنا معناها بريس درجين الاولى قعدنا شويه داخلين بعضنا من بعد خذينا زمام الامور اذا تشوف اليوم النادي الافريقي معناها تلعب ب 11 واحنا ب 10 ما حسيناش هذا كنا يد واحده كنا نجري كل حابين نعدلوا وعلاش لا ننتصروا هذا اللي تشوف اليوم جات تعادل مي شويه معناها معنا وحبينا نزيد المركيو جبنا الفرص مي على غير ذيك الكره تمركينا البونتو اللي في الاخر جينا صعيب ما يظلك تشوف اليوم الماتش ما نسحقوش الخساره حتى ب 10 وكاو يظل احنا هيك هو الجروب هيك هي قوه الجروب وكاو ان شاء الله يا رب يقدم خير بالنسبه للمباراه القادمه كونتر ليتوال لازم تكون المعنويات مرتفعه للملاعبين هذا اللي ماتش كيما اليوم وبالاداء هذا يخلينا الاداء مرتفع اللي اليوم معناها ما نسحقوش الخساره كيما قلت ماتش عملناه كوريكت ب 10 جوهرات فحبينا معناها نزيدوا كل واحد شويه باش نعوض النقص نتاعنا مي كاو اللي المباراه هذه تزيد قوينا ما تزيدش تضعفنا خاطر تشوف نادي الفريق ما كانتش خير منا حتى شيء تو هي الكوره ان شاء الله في الخسارة هذه تقوينا وتخلينا معناها نقدموا خير ان شاء الله صحيح معناها في لي سيركونستانس تاع الماتش معناها خسرنا ثلاث نقاط مينيموم اون ميريت ان ماتش نيل مينيموم معناها كيف الولاد معناها تبارك الله ايفور ناقصين معناها ان جوار لونتام دو ماتش ضيعناه تشوف كيفاش معناها عملنا ريكسيون سيرتو ديزيمي تون انا دومينيتو معناها على غالب معناها واحد شنو نقول لك معناها نصدنا شويه خبره صحيح معناها اللي في وسط اللعبه تبدا تطمع وكل شيء جاتنا ديزوكازيون كنا نجم نركب ثاني على غالب في الفوتبول معناها تغلط خمس كاش على بونتو كنا نحن ماركيو وتعمل لك اتاك
بالعكس تمركها لك بونت ولا غال، ضيعنا ماتش نقولوا كنا نجمو نربحوا فيه. ما المهم روندمون باهي، فرحان برشا بولاد صحابي وكل شيء، ان شاء الله نكملوا ان شاء الله نقدموا مردود باهي وباش يجيبوا الانتصارات. ما دام المردود باهي ان شاء الله النتائج تجيب. نقولوا للسي اس اس اليوم العب في رادس مالجري هذا بيبليك سي اس اس يدز لاخر دقيقه. مش غريب على جمهور سي اس اس من قبل ما يبدا الماتش، معناها تبارك الله يغني ولاخر الماتش واثقين فينا هذاك عليه. معناها تشوف الدوزيام تون كيفاش هبطنا كيفاش تشوف، حاجه عاديه بالنسبه لي انا. معناها جمهور نادي الصفيق اللي عمل فيها هكا. اللي قال قادم كونتر ليتوال لازم المعنويات تكون مرتفعه قبل ثلاثة ايام الطرح اليوم. والله شوف معناها اللي طرف عندي دخل معناها يحكي مع جوهرات والعباد الانتوراج الكل، معناها ما نصورش اللي قدمنا ماتش خايب. معناها كيما قلت لك معناها تنجم تقول ساتيسفي بالروندمون، نقصتنا كحاجات معناها دي بتيتفيسيال معناها تاع الكره بلوغ دي كوره، ما علينا كان نصلحوهم وان شاء الله في السبت ان شاء الله نعملوا ستابيل.